السلام الله عليكم متابعي الكرام، أينما كنتم ورحلتم من القناة، محسن الغزالي يحييكم ويشكركم على دعمكم المتواصل للقناة. شكرا لكم على تشجيعكم. تحية خاصة للناس اللي كتابعنا سواء من داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن، فشكرا لكم. كما الإخوان كتشوفوا معنا الآن، كنتواجدوا بالعاصمة المغربية الرباط أمام مشروع ضخم على ساحل مدينة الرباط. هذا المشروع الإخوان اللي سميته لوكاروسيل، كما كتشوفوا الاخوان معنا تبارك الله الاشغال في التقدم المستمر. اخر مره تقريبا يلا كانت واحد الطبقه الاولى هي اللي كانت لقينا، من بعد تقريبا واحد جوج الاسابيع او ثلاثه لقينا تبارك الله الاشغال في تقدم مستمر كما الاخوان كتشوفوا معنا. بالنسبه للاخوان، هذا المشروع ديال لوكاروسيل كيف ما كتشوفوا معنا فهو موجود على جهتين، الجهه ديال اليسار اللي كيتواجد كيطل على البحر، ثم الجهه اليمنى اللي غادي نصور لكم في الفيديو ان شاء الله. بالنسبه لاخوان، هذا المشروع هذا ديال لوكاروسيل، هذا المنتجع السياحي الضخم، غادي نحاول نعطيو عليه بعض المعلومات كما كنديروا ديما في الفيديوهات الخاصه بالمشاريع المغربيه. بالنسبه لاخوان، هذا المشروع قلنا هو مشروع لوكاروسيل. بالنسبه لانطلاق الاشغال كانت يوم 21 نوفمبر 2019. بالنسبه لاخوان، هذا الموقع ديال هذا المشروع هذا فهو كيتواجد على كورنيش الرباط على بعد 15 دقيقه تقريبا من وسط المدينه. بالنسبه لاخوان، الشركه المكلفه فهي شركه امكان اللي كتاخذ من الامارات مقر لها. نحاول نتحدثوا الان على الميزانيه ديال المشروع. فالميزانيه المشروع المخصصه فهي مليار ونصف مليار ديال الدرهم. الجميل الاخوان في هذا المشروع فهو غادي يخلق لنا وظائف على مستوى، بالنسبه لهذا المشروع يخلق لنا يعني وظائف تقريبا حسب المعلومات المتوفرة، فتقريبا عدد الوظائف هي 2100 منصب، يعني 2100 منصب شغل سواء مباشر وغير مباشر. بالنسبة لإخوان، هذا المشروع هذا فهي المساحة الإجمالية ديالو فهي تقريبا واحد العشرة ديال الهكتار. كما الإخوان كتشوفوا معنا، هذه هي الجهة اليمنى ديال المشروع، كما كتشوفوا الأشغال على اليمين اللي كيحفروا فيه الساس، ثم الاشغال في الجهه اليسرى على الواجهه البحريه، فهناك كما كتشوفوا الاخوان معنا الاشغال متقدمه بشكل كبير تبارك الله ما شاء الله، والله يسر لهم الامور ان شاء الله. بالنسبه للاخوان، هذا المشروع هذا غادي يتوفر على مركز تجاري، نعطيو التفاصيل ديال هذا المشروع. بالنسبه للاخوان، قلنا هذا المشروع غادي يتوفر على مركز تجاري، غادي يتوفر على مركز تجاري ديال المساحه ديال 33000 متر مربع، غادي يتوفر على 120 متجر بالاضافه الى منتزه بحري. كما كتشوفوا الاخوان معنا، قلنا بان المنتزه البحري غادي يكون فيه الطول ديال 500 متر، وهذا الصراحه تبارك الله راه مساحه كبيره. بالنسبه كذلك غيكون الاخوان فندق ديال 5 نجوم، يعني لوطيل ديال 5 نجوم، غادي يكون فيه 120 غرفه واجنحه متعدده. بالنسبه لاخوان، هذا المشروع ديال لوكاروسيل غادي يتوفر على مكاتب ديال المساحه ديال 12000 متر مربع، بالاضافه الى مركز ديال التدليك وقاعه ديال الاجتماعات والاحتفالات، ثم مناطق مفتوحه ومساحات خضراء بالمشروع. نتمنى هذه المعلومات اللي قدمت لكم تكونوا استفدتوا منها، وما بقى لي تقريبا الا نصور لكم عده زوايا اخرى ان شاء الله. كما الاخوان كتشوفوا معنا، قلنا بان هذه الجهه اليسرى ديال المشروع اللي كتطلنا على الواجهه البحريه فهي فيها اشغال متقدمه بشكل كبير تبارك الله ما شاء الله. اما بالنسبه للجهه اليمنى فهو باقي فقط الساس، تقريبا الاشغال فيه متقدمه توا بشكل كبير ان شاء الله. ما بقى لي الاخوان الا نودعكم، نخليكم تكتشفوا معنا البقايا ديال الفيديو من عده زوايا اخرى. وإلى عجبكم اخوتي الفيديو، ما تنسوناش بجيم والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد ان شاء الله. نخلي لكم الفيديو فرجه ممتعه.
اللعب المغربي يا حبيب المغربي اللعب المغربي يا حبيب المغربي بندعي من قلوبنا الله ينصر حبيبنا ويعيش الحسن الثاني حامي حمى الديار ويعيش الحسن الثاني حامي حمى الديار الشعب المغربي يا حبيب المغربي الشعب المغربي يا حبيب المغربي بلدعي من قلوبنا الله ينصر حبيبنا